ومشاهدينا ينضم معنا مباشرة مراسل التغيير بدر الركابي من بغداد. أهلا بك بدر، وبداية يعني هذه الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد 12 عاما إلى العراق، فما مدى أهميتها؟ نعم زميلتي، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. كما تعلمين بأنها زيارة وصفت بالتاريخية والمهمة كما تحدثت الحكومة العراقية، وهي تصف هذه الزيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارته الأخيرة التي كانت في عام 2011. بالتالي هي زيارة مهمة خصوصا في هذا التوقيت، وبعد أيضا عودة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني من واشنطن من أجل مناقشة العديد من الملفات بذات الشأن المشترك الخاص بالعراق وتركيا، وأيضا يعني بقية الدول. وتحدثنا هنا مثلا عن العديد من الملفات بالشأن المشترك، إن كان مثلا كطريق التنمية كأحد الأمثلة. الآن و قبل يعني دقائق قليلة وصل الرئيس التركي إلى بغداد. الطائرة حطت في مطار بغداد الدولي، بعد دقائق قليلة سيتم إطلاق الإطلاقات المدفعية 21 في مطار بغداد الدولي، إعلانا لوصول الوفد التركي إلى بغداد من أجل بدء هذه الزيارة المهمة والتي وصفت من قبل الحكومة العراقية بأنها انتقالة كبيرة في العلاقات التركية العراقية. أيضا في هذه الزيارة يضم الوفد التركي العديد من الوزراء والشخصيات الحكومية، إن كانت في يعني القطاع الحكومي بالإضافة أيضا إلى القطاع الخاص. تحدثنا بداية عن وفد يتكون من 6 وزراء، نتحدث عن وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير التجارة والتعليم والمياه والنقل، بالإضافة أيضا إلى عدد من الشخصيات في القطاع الخاص وأيضا الجهات القطاعية الأخرى. باستقباله سيكون رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، سيصل مباشرة إلى القصر الحكومي لبدء هذه الزيارة، ومن بعد القصر الحكومي ينتقل إلى قصر السلام عند مقر إقامة رئيس الجمهورية من أجل أن يلتقي برئيس الجمهورية ويكون هناك لقاء ثنائي، ومن بعد ذلك سيتجه إلى أربيل. قبل أربيل دعيني نتحدث بتفاصيل أكثر حول وصوله إلى بغداد وما سيجري هنا في العاصمة بغداد في هذه الساعات. يعني كما وصلتني من المعلومات من مصادري بأن السيد يعني أردوغان سيبقى في العاصمة بغداد حين الساعة 4، ومن بعد ذلك سيتجه إلى أربيل. قد يعني يكون هناك فارق في الوسط في الوقت قليل نتيجة لي يعني نتحدث عن أجندة دسمة مزدحمة فيها العديد من التفصيلات، فبالتالي قد يكون هناك فارق بسيط في التوقيتات، ولكن المعلومات تشير عندي بأنه سيغادر العاصمة بغداد عند الساعة 4 أو بعد 4 بقليل، وسيكون في استقباله السيد مسعود برزاني ونجرفان برزاني ومسرور برزاني في أربيل من أجل أن تبدأ الزيارة في أربيل عند الساعة 6. هنا نتحدث عن زيارة تناقش 4 ملفات ومحاور مهمة، والحديث هنا عن ملف المياه وكذلك الأمن والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. تفاصيل هذه الملفات 4 التي هي مضامين لهذه الزيارة، سيكون هناك توقيع لاتفاقيتين استراتيجيتين بين أنقرة وبغداد، بالإضافة إلى أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الطرفين. إذا تحدثنا عن الاتفاقيات الاستراتيجية، فإحدى هذه الاتفاقيات هي تكون اتفاقية حول ملف المياه، والذي سيتضمن العديد من النقاط والبنود، خصوصا وأنه قد يعد هذا الملف هو أحد الملفات الأهم خلال هذه الزيارة، والتي ستأخذ مساحة وحيز كبير من الزيارة من أجل المناقشة والاتفاق حول هذا الملف، بالإضافة أيضا إلى
الاتفاق الآخر، وهو أن يكون هناك توقيع اتفاق رباعي وهو عراقي تركي قطري إماراتي حول طريق التنمية، وأن يكون هناك اتفاق حول هذا الموضوع، بالإضافة أيضا إلى وضع مقاربة مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية. وهنا نتحدث عن منظمة أو حزب البككة وتفاصيل هذا الموضوع، كونه ملف شائك لم يحسم لغاية الآن، وهذا ما يستدعي أن يكون لديه مناقشة عميقة ومستفيضة خلال هذه الزيارة، بالإضافة أيضا إلى مناقشة العديد من الملفات الأخرى هنا في بغداد. وأتواجد مثلا حاليا الآن هنا في فندق الرشيد، اللقاء سيكون في القصر الحكومي. من خلال هذه الاتفاقيات الاستراتيجية وكذلك مذكرات التفاهم يا زميلتي، ستتفرع هناك لجان، هذه اللجان ستناقش هذه الزيارة تفاصيلها، وأيضا البنود والاتفاقيات التي ستتوقع وتتفرع هذه اللجان، إن كانت في القصر الحكومي وكذلك حتى هنا في فندق الرشيد، إن كانت في قاعة بغداد أو في قاعة الزوراء التي أتواجد أمامها الآن هنا، من أجل أيضا متابعة هذه المذكرات التفاهم. وبالجانب الآخر أيضا عقد الملتقى الاقتصادي، كما تشاهدي في البوستر من خلفي، الملتقى الاقتصادي العراقي التركي الذي سيضم أيضا عدد من الشخصيات، إن كان من الجانب العراقي وكذلك حتى من الجانب التركي. سيترأس هذا الملتقى السيد ثير الغريري، وهو وزير التجارة العراقي، ونظيره التركي أيضا السيد عمر بولات، وهو وزير التجارة التركي، بالإضافة أيضا إلى عبد الرزاق الزهيري، وهو رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية، وأيضا نظيره التركي السيد نائل أولباك، وهو رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا. سيتم بدء هذا الملتقى عند الساعة 3 تقريبا بتوقيت العاصمة بغداد، وأكرر لك قد يكون هناك فارق في التوقيت بسبب يعني سير عملية الزيارة التي أصلا هي من الأساس تأخرت. كان يفترض أن ينطلق السيد رجب أردوغان عند الساعة 8 كما وصلتني من معلومات، ولكن تأخرت الزيارة إلى أكثر من ساعة بتوقيت أنقرة، فبالتالي هو غادر أنقرة عند الساعة 9:30 ووصل الآن إلى بغداد. وننتظر بدء أعمال هذه الزيارة عبر الأجندة التي وضعت بدءا من القصر الحكومي، ومن ثم الوصول إلى قصر السلام عند رئيس الجمهورية، ومن بعد ذلك اللجان التي ستتفرع في القصر الحكومي وكذلك أيضا هنا في فندق الرشيد، ومن بعدها يتجه إلى أربيل. طيب بدر، يعني في سياق تحدثت لي عن سياق زيارة ومسار جولة رجب طيب أردوغان، ولكن يعني في سياق الزيارة إلى بغداد ومن ثم إلى أربيل، هناك مصادر رجحت بأن تشمل أيضا زيارته محافظتي كركوك ونينوى، فهل هذا مطروح على جدول الزيارة؟ يعني لغاية الآن بصراحة إذا ما تحدثنا عن أجندة الزيارة فهي غير واضحة ولم تصلنا بشكل رسمي لغاية الآن وتفاصيل ومضامين هذه الزيارة، ولكن ما نتحدث به هو بحسب مصادرنا من القريبة من القرار الحكومي، وأيضا من داخل الوفد المتابع والمرافق لهذه الزيارة. يفترض الانطلاق عند الساعة 4 من العاصمة بغداد والوصول إلى أربيل. تبدأ الزيارة في أربيل إذا ما تحدثنا عن الإقليم ومضامين وتفاصيل الزيارة إلى أربيل، والتي قد لا تقل أهمية وشأن عن الزيارة إلى بغداد. يعني تبدأ الزيارة عند الساعة 6 يفترض أعمال هذه الزيارة في أربيل بحسب ما تتوفر لدي من معلومات من مصادري، وسيجتمع مع السيد مسعود برزاني ونجربان برزاني ومسرور برزاني، وقد لا يكون هناك يعني كما وردتنا هذه الأنباء يوم أمس عن زيارة إلى محافظتي الموصل وأيضا كركوك. المعلومات التي تتوفر حاليا لدي بأن الزيارة ستقتصر على أربيل فقط، ولن تكون هناك رحلة إلى الموصل أو حتى كركوك، والزيارة ستكون في أربيل. ستناقش أيضا العديد من
الملفات والقضايا المهمة، ولعل من أبرز هذه القضايا هو موضوع الفككة، حزب الفككة ومنظمة الفككة ومناقشة الملف الأمني بشكل عام تفاصيله، وبالإضافة أيضا إلى التطرق والبحث والتشاور بخصوص ملف النفط الإقليم وتصديره إلى تركيا. هذا الملف كما تعلمين يا زميلتي هناك لجان مشتركة بخصوص هذا الملف، ولغاية الآن لم تصل إلى يعني حسم نهائي لهذا الموضوع، خصوصا في ظل أيضا عدم الاتفاق هنا عندما تحدثنا هنا مثلا بين بغداد وأربيل حول هذا الموضوع، وبالتالي هذا ينعكس أيضا إلى عدم الوصول إلى اتفاق نهائي مع يعني أنقرة بعودة صادرات الإقليم النفط الإقليم إلى تركيا. بالتالي هذه الملفات ستناقش هذه القضايا المهمة في الإقليم، ومن بعد ذلك ستنتهي الزيارة عند الساعة 8 مساء، ويغادر الأراضي العراقية السيد رجب أردوغان عند الساعة 8، وهو يعود إلى الأراضي التركية بعد اختتام الزيارة التي ستستغرق من قرابة 9 ساعات أو أقل من ذلك. هو لن يكون لديه مبيت هنا في العراق، والجدول مزدحم ومقتصر على هذه الساعات. نعم، كل شكر لك مراسل التغيير من بغداد بدر الركابي.